أهلا بكم في مثل هذا الشهر من العام 2014. شهدت اليمن تغييرا كبيرا في خارطتها السياسية، حيث تمكن الحوثيون من إسقاط صنعاء وبعد ذلك السيطرة على معظم شمال اليمن، وتحولوا من انقلابيين إلى سلطة أمر واقع ثم إلى طرف في معادلة حل الأزمة اليمنية، على الرغم من القرارات الدولية التي صدرت ضدهم ومنها قرار 2016 لابد أنكم تتذكروه. هناك من يحمل الأحزاب اليمنية الكبيرة المسؤولية بوصول الحوثي إلى ما وصل إليه اليوم نتيجة تصفية الحسابات بين هذه الأحزاب وأهدافها المتضاربة والمرتبط بعضها بمشاريع خارجية. وبعد مرور نحو عقد من انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة في اليمن، يبدو أن التسوية القادمة بين الشرعية والحوثيين ستنعكس بشكل أو بآخر على تلك الأحزاب. والسؤال، ما هو أثر أي تسوية قادمة على مستقبل هذه الأحزاب وتحديدا المؤتمر والإصلاح والاشتراكي؟ ثم هناك سؤال بسيط يتردد بين النخب وبين المواطنين البسطاء، ما الذي استفادته اليمن من الأحزاب؟ واضح السؤال. مساكم الله بالخير. رضا الله. إيش اللي استفادته اليمن من الأحزاب؟ دكتور حسن أبدمع. حياك الله، يسعد الله مساكم بكل خير لكم والمشاهدين الكرام. في الحقيقة الأحزاب اليمنية على وجه التحديد عبء على ميزانية الدولة. الإفادة والاستفادة منها إلى غاية اليوم لا يوجد أثر إيجابي لهذه الأحزاب، هي مجرد أحزاب تتقاسم السلطات والوظائف العامة بمحسوبية، أقولها لك بصريح العبارة، الديمقراطية براء مما تمثله الأحزاب اليمنية، براء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. الديمقراطية بمفهومها المعتاد والذي يعرفه القاصي والداني، أنا لا أتصور حزب يمني يمارس الديمقراطية كما ينبغي. لا حزب يمني ولا في اليمن، وعاد الكلمة هذه أصلا يعني حملت أكثر مما تحتمل في صحيح. في اليمن صحيح. وفي الوطن العربي كامل. نعم. يعني على أي حال، هل من الإنصاف نبيل إنه الواحد يقول ببساطة هكذا إنه الأحزاب، هي الأحزاب الكبيرة تحديدا، ما ساهمت بشكل أو بآخر في يعني إنه اليمن صار سياسيا أفضل في فترة قبل 2015؟ بالتأكيد أن الأحزاب اليمنية هي سبب رئيسي في ما وصلت إليه البلد اليوم، وإذا أخذناها من 2011 فأحزاب اللقاء المشترك تتحمل جزء كبير في إدارتها للأزمة السياسية التي حصلت مع النظام السابق، والتي تمخضت طبعا في الأخير عن انتخابات توافقية انتخب فيها الرئيس عبد الرب منصور هادي في العام 2012 بعد تسوية الخلاف إلى حد ما بين المؤتمر وما بين الإصلاح في تلك الفترة. فهذه الأحزاب تتحمل جزء كبير من المسؤولية في الحالة التي وصل إليها البلد، وأيضا في وصول الحوثي إلى دفة السلطة في الشمال تحديدا، هذا جزء من مسؤولية هذه الأحزاب وأخفاقها في إدارة الأزمة خلال تلك الفترة. يعني هل من الإنصاف تحميل الحزب الاشتراكي مثلا الاشتراكي هو يعني جزء من أحزاب ما وصل ما وصل إليه الحال في اليمن؟ الحزب الاشتراكي اليمني يعني بعد 94 صار عبارة عن كشك، أقرب بكشك صحيح أكثر من أنه حزب. ياسر، طبعا إذا تحدثنا عن الأحزاب السياسية في اليمن لابد أن نعود إلى انطلاقتها الأولى، لأنها كانت ضمن شرط من شروط تحقيق الوحدة اليمنية هو التعددية السياسية، ولكن للأسف بعد 1990 لم تنتج لنا أحزاب سياسية، وجدت أحزاب دينية وأحزاب مناطقية وأحزاب تجمعها مصالح أو يعني السيطرة على مؤسسات الدولة. نتيجة لذلك تم إغصال الحزب الاشتراكي اليمني في 1994، معركة تم اجتياح فيها الجنوب من قبل ما سمي أحزاب اللي هو المؤتمر، ونعرف أنه حلف قبلي على مصالح على فساد، وحزب الإصلاح اللي هو حزب ديني،
وقضوا على خصمهم الاشتراكي، وبالتالي حدث خلل كبير، وبدأت هذه الأحزاب تتحول إلى مسار آخر لاستئثار مقدرات وثروات الجنوب وتقاسم الجنوب، وهذا انعكس على أداء هذه الأحزاب منذ ما بعد 1994، لم نراها في مرحلة صاعدية بل كان في تراجع مستمر، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه في 2015 تسليم البلد للحوثي، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم في تحويل أمر الحوثيين إلى أمر واقع في الشمال نتيجة استمرار هذه الأحزاب بالتعامل مع الملف اليمني بالعقلية الدينية، العقلية القبلية، العقلية التي فقط ترغب في تحقيق مصالحها. هذه الأحزاب هي من سلمت صنعاء للحوثي، وهي من أعاقت تحرير محافظات الشمالية نتيجة ارتباطها ببعض الجماعات الخارجية، مثلا تنظيم الإخوان المسلمين كان ارتباطه أكثر بجماعة الإخوان المسلمين، حزب الإصلاح تحديدا الذي اليوم يحتفل بذكرى تأسيسه 33، ولا نعرف على ماذا يعني ما هي الإنجازات التي حققها حتى يحتفل، وقبل ذلك بأسبوعين تقريبا أو بشهر احتفل المؤتمر الشعبي العام ولا نعرف ما هي الإنجازات التي حققها أصلا. هؤلاء هم من يتحمل مسؤولية وصول البلد إلى ما وصل إلى ما وصلت إليه اليوم. طيب. طبعا إذا تحدثنا عن الاشتراكي، الاشتراكي طبعا هو جزء كان حزب حاكم واحد في الجنوب، للأسف هو أوصلنا إلى طريق مسدود بالوحدة مع الشمال بدون دراية بدون دراسة بدون حتى أن يحافظ على حقوق الجنوبيين. اليوم أبناء الجنوب خلال 33 سنة أو 33 سنة دفعوا ثمن باهظ نتيجة بسبب هذا الحزب. نتيجة الخطوة المتهورة الغير محسوبة. كان على الأقل يتم دراسة اتفاقية وحدة تحفظ الجنوبيين مستقبلهم، تحفظ الأجيال مستقبلهم. يعني ارتكب الحزب الاشتراكي ارتكب يعني إثم كبير بحق الجنوبيين. بالضبط. الخلاصة. بالضبط. طيب. لأنه ذهب بناء المجهول. طيب اللي استفادته جمال السؤال هذا أعيده عليك، إيه اللي استفادوا اليمنيين من الحياة الحزبية والأحزاب السياسية؟ أولا بس أنا يعني يهمني توضيح في بداية التقرير هنا بأنه التسوية التي تحدث عنها التقرير هي ليست تسوية بين الشرعية والحوثيين، لا توجد تسوية عملية بين الشرعية والحوثيين، هي تسوية بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية كجزء من التحالف، وهذا ما كان يسعى إليه الحوثيين منذ بداية يعني الحرب، وكان يدعو دائما إلى الحوار المباشر مع المملكة العربية السعودية، وبالتالي ما تلا ذلك من زيارة السفير السعودي إلى صنعاء، وما نراها الآن ونسمع في ظل عودة العلاقات الإيرانية السعودية. إيه بس ممكن واحد يسألك يعني من المشاهدين الآن، إذا هي تسوية ما بين الحوثيين والسعوديين، هل هذا معنى أنه أي شيء يتوصلوا لهذا الطرفين، أي نتيجة يتوصلوا لها الشرعية ملزمة بتنفيذها؟ أنا أعتقد لا يوجد خيار للشرعية إلا أن يعني الشرعية تدير الأمور الآن أو المجلس الرئاسي يعني عمليا، حيث هو موجود رئيس المجلس وأعضاء المجلس يعني في العاصمة السعودية الرياض، وبالتالي يعني أنا أعتقد أنه عمليا الحوار القائم هو سعودي حوثي، والتحركات الآنية التي لا تعلم عنها الشرعية شيء في مسقط وغيرها يعني واضح جدا بأنه هي قرارات لا تتخذ من قبل المجلس الرئاسي، ولكن في إطار التحالف العربي أعتقد أنه الجميع شركاء في يعني تعزيز أمن واستقرار اليمن أو عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن، برغم أني أنا شخصيا لا أجد في ظل وجود الحوثيين في الشمال بأنه سيكون هناك أمن واستقرار حقيقي، وأنه الاتفاق الذي تم هو يعني وضع مؤقت لأن الجميع بحاجة إلى الوقت لظروف سياسية يعني. طيب خلي أرجعك للسؤال، إيش اللي استفادوا اليمنيين من الأحزاب السياسية؟ كما تفضل الأستاذ ياسر هنا بأنه كان شرط رئيسي، هو كان خيار إما تعددية أو يعني حزبين، فأختير أن يكون هناك تعددية سياسية ضمن لجان الوحدة التي كانت تناقش هذا، والأستاذ أعتقد على دراية بهذا الموضوع، فبالتالي خرجت جماعة الإخوان المسلمين كانت في الشمال المؤتمر الشعبي العام كحزب حاكم، ولكن كان يحتوي على الاشتراكي وعلى الإخوان المسلمين وعلى البعثي والناصري، ولا عندما تم إعلان الوحدة خرجت من تحت عباءة المؤتمر الشعبي العام جماعة الإخوان المسلمين التي تشكل الإصلاح، والناصريين يشكل الناصريين وهكذا، والاشتراكي عاد الى الاشتراكي بعد الوحدة. إيه بس نفس السؤال، فبالتالي ايش اللي استفاد؟ لانه عشان بس فبالتالي عملية انه يكون هناك استفادة
هي مجاراة للمتطلبات الدولية في أن يكون هناك عملية ديمقراطية سياسية بس مثلاً في مزيد من الحريات. مثلا دول الخليج مستقرة وتنعم بالأمان ومتطورة، ما حدش فرض عليها سووا أحزاب. دول الخليج أولا التركيبة، وهذا طبعا الأمريكان استوعبوا تماما، الأوروبيين بشكل عام استوعبوا تماما بأنه في الخليج هناك يعني نسق وتناغم وما بين المجتمع ومشايخ أو قيادات هذا المجتمع، فليس هنا لم يكن هناك حاجة لأن يكون هناك تعددية سياسية، هناك قبول مجتمعي وهناك قيادة تراعي مصالح هذا المجتمع التي تعيش فيه، وبالتالي استمر هذا الاستقرار في منطقة الخليج يعني وبهذا النسق حتى الآن. لكن في اليمن جاءت الحكومة وجاء النظام من وانتقل من وضع إلى آخر منذ ثورة 26 سبتمبر وحتى في الجنوب يعني 67 أو 63 أكتوبر. بعد الاستقلال ظهر لدينا كيانات أو الحزب الاشتراكي وأدار البلد في إطار حزب موجود اوريدي تاثر اي تاثر سياسه الحزب الواحد الحزب نعم. لكن هو تاثر بالحزب الشيوعي الروسي في الجنوب في الشمال بالضبط. الوضع كان ايضا هو تراكم من بعد الامامه الى وهناك كان تدخلات حزب سياسيه ودينيه واجتماعيه ادت الى ان يكون هذا التلاقي تحت مسمى حزبي لتشكيل نوع من الاستقرار، ولكن لم يحدث نوع من الاستقرار في المطلوب. في زاويه مهمه بالموضوع اللي ذكره، واعتقد ان الجنوب دفعنا ثمن اكثر فيما يسمى الاحزاب حتى لو كان سياسه الحزب الواحد، هو القضاء على الهويات المحليه التي كانت موجوده في الجنوب لصالح الحزب الواحد. أعتقد أن هذه كانت من يعني خطأ كارثي كان كارثة. من قبل من تولوا الحكم بعد 1967 وبعد الاستقلال كان المفروض أن تعزز الهويات المحلية، مثل ما ذكر في دول الخليج استمرت واستقرت ووصلت إلى الفضاء، ونحن تراجعنا وصلنا يعني إلى حروب وصراعات ومشاكل. ليش؟ لأننا تجاوزنا الهويات المحلية التي كانت ستدافع عن قيمنا، ستدافع عن مبادئنا، حتى ستدافع عن الجنوب كأرض وإنسان. صحيح. ثم النقطة الثانية أنه لما انتقلنا حتى إلى الوحدة اليمنية عام 90 تجاوزنا الهوية المحلية للجنوب التي تشكلت خلال 23 سنة، وقعنا في خطأ ثاني أكبر ودفعنا ولليوم ندفع ثمن مضاعف، وهكذا تضاعفت أخطائنا بسبب ما يسمى الأحزاب السياسية الموجودة حاليا. تراكمات يعني تراكمات سياسية. أنا بأخذها من توصيف الأستاذ جمال للحالة الحزبية التي كانت موجودة في الجنوب كحزب واحد وسياسة الحزب الواحد التي غلبت في تلك الفترة، والتشكيل الذي حصل في الشمال بعد الحكم الإمامي الذي للأسف اليوم يعود مرة أخرى إلى المشهد بصورة أسوأ للأسف. هذه الأحزاب فيما بعد العام 90 أو هذه التعددية السياسية التي نتحدث عنها للأسف يعني نال منها النظام بشكل كبير ولم يتركها تخرج إلى النور أو لم يتركها تتحرك بشكل جيد حتى تنتج يعني عمل ديمقراطي ممتاز وبرلماني أيضا بشكل واعي يقدم خدمة للمجتمع. في بالجانب الآخر أيضا تعرض هناك الكثير من الصحفيين والكثير من المنتمين لهذه الأحزاب لقمع النظام ودخولهم في السجون. يعني وكأنك تريد تقول إنه المشكلة مش في الحياة الحزبية ولكن في النظام السياسي القائم. نوعية النظام السياسي القائم استغل الأوضاع الحياة الحزبية تعزيز بقائه على السلطة من خلال تعزيز الصراعات بين هذه الأحزاب وانشغالها عن في نقطة عمق في نقطة عمق الأحزاب السياسية نجهلها جميعا. الديمقراطية عدو الأول للجهل. بالضبط تمام. مجتمع جاهل لا يمكن أن تمارس الديمقراطية كما ينبغي. بيئتنا في اليمن سواء في الشمال والجنوب لا تتحمل الديمقراطية في مرحلة لسه خرجت من ثورة سواء كان ذاك الاستقلال في الجنوب أو 23 سبتمبر ولا تتحمل مزيد من الأحزاب السياسية. صحيح. وأعتقد اليوم أخطاء هذه الأحزاب ندفعها ونعيشها واقعا. ولو نلاحظ يعني حتى التصريحات الأخيرة التي تطلع من بعض الأحزاب هنا وهناك بضرورة تشكيل تحالفات، ما هو أصلا كان في تحالف اللغة المشتركة لوين أوصلنا؟ وكان في تحالف بين الإصلاح والمؤتمر غضوا فيه على الجنوب. صحيح. وتسببوا في مأساة ما بعد 94 وفي رغبة الجنوب في إعادة استعادة دولتهم. طيب في سؤال ما ردينا عليه في اللي ذكرنا في المقدمة، التسوية القادمة ما بين هو عموما رد عليه جزئيا جمال ما بين التسوية القادمة
خلنا ما نقول ما بين مع الحوثيين، هل ستنعكس على الأحزاب؟ هذه الأحزاب الكبيرة اللي أين هي الأحزاب؟ موجودة موجود المؤتمر الإصلاح متشدي لكن موجودين. يعني المشهد أخي رشاد العليمي بكله ينتمي لحزب الإصلاح، نعم، حزب المؤتمر. المعين عبد الملك ينتمي للناصر. خلينا أوصف لك السؤال، السؤال هنا يتبادر إلى الذهن في ظل الحديث عن التسويات وما إلى ذلك، ما هو بما نوصف الحوثي؟ هل هو حزب؟ لا جماعة. هذه طيب الجماعة دستوريا لا يفترض أن تكون ممثلة كحزب، يعني في أي تسوية. الجماعة، الطائفة، الميليشيا، المذهب طبعا، الميليشيا أو ما إلى ذلك. يعني مش مثل لبنان حزب الله اللي بس هذاك حزب الله طلع أدكى من الحوثي بالضبط، ربط نفسه بالحزبية. أنصار الله، هذا أنصار الله. أنصار الله بإيش بالضبط؟ الله لا أنصار الله. لا بيحكموا توصيفهم القانون في أي تسوية، ما هو أنا في الأخير التسوية ما هي؟ ما هي مشكلة يا اسمح لي يا دكتور، في تناقض كبير. المجتمع الدولي يتحدث عن مرجعيات مثلا مرجعيات مخرجات الحوار الوطني، المبادرة الخليجية وغيرها، ثم يتحدث عن مفاوضات مع الحوثي. إذا كان كل هذه المرجعيات ترفض وجود الحوثي وترفض الانقلاب، كيف تتحدث عن تفاهمات مع الحوثي وعن تسوية سياسية مع الحوثيين؟ نحن نعيش حالة تناقض. طيب هذا موضوع آخر، لكن النقطة إيش البديل قبل ما نروح للملف الآخر؟ بس الجزء الأول ما خلصنا منه. لحظة، قبل ما نروح على الملف الموضوع الآخر، إذا افترضنا إنه الأحزاب تعتبر يعني اليمنيين أساءت لهم الأحزاب أكثر مما أفادتهم، وجرى نوع من الاستفتاء ولو أنه مستبعد لكن لاحقة مثلا أنه سفتوا اليمنيين هل تريدون الأحزاب، هذه الأحزاب، وقالوا لا مثلا، وش البديل؟ هذا افتراضا يعني، إيش البديل لهذه الأحزاب؟ مع العلم أنه في شخصيات يمكن تابعوها على السوشيال ميديا وعلى بتقول لك أنه يعني في آخر واحد مثلا، ما نسيت اسمه، حتى مسؤول قيادي كبير في واحد من الأحزاب، قال إنه اليمن ما حدش بينقذ اليمن غير حزبين، حزب المؤتمر وحزب الإصلاح. يعني شوف الأمور كيف، اللي دمروا البلد ودمروا الوحدة هم اللي بينقذوا البلد. على أي حال، السؤال هو البديل، هذا السؤال مهم. إيش البديل لو افترضنا إنه ما عاد في أحزاب في اليمن؟ وإيش البديل؟ البديل يشكله الواقع. نعم، هناك مكونات جديدة نشأت يعني سأطرح وجهة نظر. المجلس الرئاسي حاليا من 8 أعضاء، وهم عبارة يعني تابعين لأحزاب وما إلى ذلك، يضاف إليهم مقعدين، مقعد للحوثي ومقعد لحضرموت. إيه بس هذا الرد على السؤال، لحظة، إيش البديل للأحزاب؟ تجميد عمل الأحزاب في الفترة اللاحقة. وإيش البديل لها؟ البديل المجلس الرئاسي، يعني السلطة. أيوه، هو جزء من البداية، وما في حد يقدر يعرض السلطة لأنه ما عاد في أحزاب. خلاص، شوف بس خلينا أنا أضيف إلى أن تستقر البلاد في وضع معين، تمام، فيما بعد ويفعل الدستور بعد انتهاء المبادرة الخليجية، ومن ثم يعاد للحياة الطبيعية. شوف، أولا الأحزاب، أولا المبادرة الخليجية، يعني أنا شخصيا يعني وجهة نظري يعني أنه لم تعد هناك يعني عمليا مصطلح يعني للتعامل معه يسمى المبادرة الخليجية أو مخرجات الحوار الوطني، ولو أن الآن حزب الإصلاح بالذات يعتبر هذه المخرجات وهذه المبادرة أولا دغدغة طبعا للكيانات الخليجية التي رعت هذا الاتفاق، ولكن هذا الاتفاق بعد 2015 و2016 لم يعد هناك، يعني هناك متطلبات جديدة، واقع جديد لابد من التعامل معه بأساليب أخرى، ولا ما كان في المجلس الرئاسي الآن يضم كافة الأطياف. فبالتالي عملية العودة إلى الخلف غير مقبولة، وهي وسيلة لعودة بعض الكيانات التي فقدت مصالحها وتأثيرها في الداخل في عملية استنزاف للتحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. لكن عمليا أنا أتفق مع الأستاذ هنا، لأنه إحنا اشتغلنا في 2014 في مؤتمر بروكسل الذي نظمناه وكان خاص ب يعني المصالح الوطنيه في اليمن، بان يكون هناك مجلس وطني يضم كافه الاطراف ومن خلالها يكون هناك، يعني لانه حتى مجلس النواب اليمني عندما يعني تتحدث في هناك حرج عندما تتحدث عن شرعيه مجلس النواب اليمني في حين يعني انتهى وضعه الدستوري من
القانوني من 2009. صحيح. فأن تجدد لنفسك هذا غير مقبول. وحقيقة هناك نوع من السخرية لكثير من المسؤولين الغربيين الذين نلتقي بهم، يعني بأنه لا يوجد شيء شرعي لديكم حتى تتحدثوا عنه، يعني فكله منتهي ومنتهي. حتى نقابة الصحفيين اليمنيين أيضا يعني انتهت في 2009 نفس الحكاية، وتجدد لنفسها، كل شيء بيجدد لنفسه آخر موطن. فلا توجد شرعية يعني عمليا، تجدد لنفسها. فكان الخروج من هذا المأزق بإنشاء المجلس الرئاسي ليضم كافة الأطراف على الأرض وجيء بأطراف أخرى، يعني في إطار استكمال الصورة السياسية من مختلف أنحاء اليمن. في نقطة تجاوزناها سريعا وما تم الحديث عنها بشكل كافي، هو موضوع هل إذا في تسوية سياسية تؤثر على الأحزاب اليمنية، أو ما يعني مصير الأحزاب اليمنية في حال وجود تسوية سياسية. نعلم جميعا أول أن الحوثي فرض نفسه في المحافظات الشمالية وصار أمر واقع، والكل يتحدث عن أمر واقع، والمفاوضات الآن تجري مع الحوثي. الأحزاب الكبرى في اليمن، المؤتمر والإصلاح، وين تواجدها؟ وين نقاط قوتها؟ في الشمال. بالتالي الحوثي سيطر على القاعدة الجماهيرية لهذه الأحزاب التي كانت تخرج جماهير بالملايين، وصار الحوثي يخرجها. الذي نوصل له أن هذه الأحزاب ضعفت في الشمال بل انتهت وذابت، المتبقي اليوم الجنوب. فهل يكون جزء من المشهد كأحزاب شمالية في الجنوب التي عدها الجنوب عناء يعني أحزاب معادية له ودخل يعني وحاربته في عام 94؟ هذه نقطة. النقطة الثانية بخصوص تشكيل مجلس قيادة الرئاسي أو إضافة الحوثيين مثل ما ذكر وحضرتك، لا أعتقد أنها نقطة إيجابية ولا نقطة يمكن البناء عليها للحوثي مش معترف بحد، وهو يعتبر كل الآخرين أو المعارضين لهم مجرد مرتزقة. الحل هو أن يتم تشكيل كيان موحد أو مجلس تنسيق في الجنوب لإعادة ترتيب الجنوب سياسيا واقتصاديا، والشماليين هم أحرار. إن أرادوا تشكيل مجلس موازي لما هو في الجنوب يمكن أن يتم التفاهم بين المجلسين، وإن أرادوا وإن قبلوا بالحوثيين أمر واقع على المجلس. طيب. على مجلس التنسيق في الجنوب أن يتفاوض مع الحوثي. طيب بشكل واضح. أوكي، الخلاصة بشكل سريع بس بكلمة أو كلمتين لا تزودوا عليها، بنروح على فاصل. هل أنت مع استمرار الأحزاب في اليمن أو لا؟ لا، نفس الكلام. لا لا, لا. ياسر؟ لا. نعم أو لا؟ أنا مع فترة انتقالية يتم خلالها يعني تجميد يعني نشاط هذه الأحزاب، وأن تلتحم الجهود نحو يعني الخروج من مأزق الحوثيين والانقلاب، والبدء في بناء يعني في عملية تنمية يعني شاملة برعاية التحالف العربي. أوكي. يعني أنت فبالتالي فترة تجميد ويستمروا، يعني أنت مع لا لا تجميد أنه لأن أنت تتعامل الآن مع قرارات دولية مبنية على الواقع السياسي اليمني، فبالتالي ستدخل في صدام مع المجتمع الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي الذي كان يرو في اليوم بشكل عام تجربة سياسية. طبعا السؤال كان حول مستقبلا، لأنه الأمور الآن ما بتتغير، لكن كمستقبلا يعني. أولا بس أنا يعني قبل أن تنتقل سريعا إلى أي نقطة أخرى، ننتقل للفاصل. عمليا من كان يحكم الشمال؟ كان يحكم الشمال الحزب أو جماعة الإخوان المسلمين والبعث، علي عبد الله صالح والزنداني وعبد الله بن حسين الأحمر، الجانب القبلي والجانب الديني وأيضا الجانب العسكري الذي كان يقوده علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر. فبالتالي في الشمال كان الحزب الاشتراكي. كل الأحزاب التي خرجت الاشتراكي لا في الجنوب أقصد الاشتراكي. فبالتالي كل الأحزاب التي كانت في الشمال والتي خرجت من عباءة المؤتمر لم يكن لها تأثير لا عسكري ولا قبلي، ولا وإنما هي عبارة عن تراكمات سياسية منذ 62 أو ثورة سبتمبر، ويعني والرعاية المصرية طبعا ودعم هذه الثورة، أنشأ الحزب الناصري وتدخلات أخرى، هناك البعث العراقي والبعث السوري إلى آخره. فبالتالي هذه الكيانات كانت تستغل فقط لدعم أطراف الرئيسية، هي إما مع جماعة الإخوان المسلمين تحت غطاء حزب الإصلاح أو مع حزب المؤتمر الشعبي العام وعلي عبد الله صالح. فبالتالي عمليا الأحزاب هي تستغل أو استغلت في فترة سابقة لأن تكون مع هذا الكيان أو الكيان الآخر، حتى أنه يعني كثير منهم بدأ في تفريغ كيانات أخرى لتعزيز موقفه السياسي أمام الطرف الآخر. فوضع الأحزاب في اليمن بحاجة لإعادة تقييم، وبناء عليه يتم التعامل يعني بشكل، لأنه لا أعتقد أنه سندخل في مواجهة مع المجتمع الدولي لم تكون يعني لصالح الوضع لا في الشمال ولا في يادي المجتمع الدولي. يعني على فكرة واحدة من مشاكل اليمن والدول العالم الثالث هذا اللي يسموه عندما تكون فقير هذا اللي يسموه لا لا والله يعني الموضوع مش فقر، والله الموضوع له أبعاد أخرى، ولكن موضوع المجتمع الدولي للأسف يعني في أمور كثيرة، نماذج كثيرة للأسف، الشعوب دفعت ضريبة. طيب بروح فاصل، استنى علي.
دفعت ضريبة غالية من وراء هذه ولكن على أي حال خلاص سكرنا الموضوع هذا. إيش اللي راح يعمله عيدروس في نيويورك وللمرة الأولى منذ تأسيس الانتقالي بعد الفاصل؟ للمرة الأولى منذ أن تم تأسيسه في العام 2017 سيشارك المجلس الانتقالي السياسي الجنوبي ممثلا برئيسه عيدروس الزبيدي في جلسات اللجنة العمومية للأمم المتحدة والتي ستعقد نهاية الشهر الجاري في نيويورك. طبعا سيشارك ضمن وفد الشرعية في هذا الحدث السنوي. السؤال هو ماذا تعني هذه الخطوة وما الذي سيجنيه الانتقالي بعد هذه المشاركة، أم أن الموضوع مجرد بروتوكول فقط؟ خلنا نشوف. أول مرة عيدروس حيكون في نيويورك ولكن ضمن وفد الشرعية، الدعوة وجهتها أمريكا ليس كطرف منفصل الانتقالي ولكن ضمن الشرعية. إيش اللي بيعني لكم هذه الخطوة؟ إيش اللي لها معنى أم أنها مجرد بروتوكولية؟ نبدأ من اليمين، نبيل معك. ضمنيا هذا يعني اعتراف بالمجلس الانتقالي بأنه أصبح مكون أصيل من مكونات الشرعية اليمنية، وأيضا أصبح التعاطي معه والتعامل معه من الضرورة بمكان، لأنه موجود على الأرض، لاعب فاعل في الميدان، لا يمكن تجاوزه سياسيا بأي حال من الأحوال. حسن، أعتقد توصيف الزيارة كما ينبغي، طالما أنك ضمن وفد الشرعية هكذا ستكون، يعني ما لم لربما اللقاءات الجانبية هذه قد يستفيد منها مجلس الانتقالي، ما عداها أنت ذاهب بروتوكولية. طبعا هي الزيارة الأولى نقول شخصية جنوبية ذات تأثير جنوبي إلى الأمم المتحدة للمشاركة في مثل هذه الفعاليات. هي أهميتها تكمن في أنه اليوم الانتقالي انتقل من كان قبل 3 سنين أو 4 سنوات أو 4 سنين يوصف بأنه مجرد ميليشيا، مجرد ناس واقفين ضد الشرعية، إلى العمل من داخل الشرعية لإبراز قضية الجنوب. بالتالي هناك سيتم الالتقاء بمسؤولين، سيتم اطلاعهم على قضية الجنوب التي إثبات الكل يوم يدركها ويعرفها، لكن حضور قيادات جنوبية مثل هذه الفعاليات أعتقدنا خطوة مهمة لتعزيز الحضور السياسي للجنوب في المفاوضات القادمة ولإبراز الصوت الجنوبي أكثر من أي مرحلة مضت. جمال، هي زي ما تفضل الأستاذ العزيز والأساتذة هنا، هي مشاركة يعني شرعية بنكهة جنوبية، هذا شيء جيد جميل، لكن لن يستطيع الانتقالي أن يتحدث أمام يعني في يعني في قاعة الأمم المتحدة بأن يدعو إلى استعادة الدولة أو غيره، وإنما سيكون هناك يعني الروتين المعتاد في مناقشات كثير من القضايا. ولكن كون الانتقالي الآن ممثل في المجلس الرئاسي وجزء من الشرعية أصبح يعني عليه الدور بأن يعني يتحدث عن الشرعية وعن الوضع القائم يعني خلالها. ولكن هناك الخط الموازي الآخر لهذه المشاركة، وهي كما تفضل الأستاذ هنا اللقاءات الجانبية، لأنه هذه الاجتماعات الدولية تتيح أن تقدم يعني أو أن توضح أكثر لممثلية المجتمع الدولي حقيقة قضيتك، حقيقة المعاناة، القرار في الدولة نعم بشكل أكبر، وهذا يحتاج إلى يعني قدرة واحترافية يعني كبيرة حتى تستطيع أن تعبر بشكل أكبر عن متطلبات الواقع الذي تعيشه في اليمن. ومع ذلك في بعض الردود من الجنوبيين بيقول لك إنه هذه تعتبر مقدمة إلى شكل الوفد التفاوضي المقبل. طبعا الانتقالي دائما بردد أكثر من مرة إنه يريد وفد مستقل من الانتقالي ضمن أي مفاوضات نهائية، ولكن البروفا الآن عاملين لهم بروفا هذا تبع نيويورك، خلاص هكذا بيكون الوضع، ولا تحلموا أنه بتكونوا بوفد مستقل. بعض الجنوبيين متخوفين من هذه الحركة، هل هي منطق التخوف هذا معقول منطقي أم مبالغ فيه؟ من أن يكون وفد التفاوض يعني خلاص هذه ما عاد فيش، ولا تحلموا يا انتقالي أنه بيكون لكم وفد خاص فيكم مستقبلا في أي تفاوض للوضع النهائي. ارتضى الجنوبيين بالإطار، لم يطالبوا بالاستقلالية،
هذا السؤال. لا طالبوا بوفد مستقل. لكن لا مش وفد مستقل. وافقوا على الإطار. بتشكيل وفد التفاوض. يكون الانتقالي جزء أصيل من 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 منه يعني بالشرعية. جزء أصيل. لا لا لا. يعني جزء مهم جزء فعال. هو عملية. ما إنه ما يكون جزء من الشرعية. هو بيكون جزء من الشرعية. جزء من الشرعية. ولكن من الصعب جدا. يمثل مثله مثل حزب الإصلاح. لا لا. حزب الناس. من الصعب جدا أن في ظل القرارات الدولية. يعني ريجاردين تو يمن يعني بالنسبة لليمن المجتمع الدولي يتعامل مع اليمن كيمن كالجمهورية اليمنية وبالتالي لن يقبل منك أن تطرح رسميا أي حديث أو أي نقاش أو أي مطالب ترتبط ب يعني الوضع في الجنوب أو استعادة الدولة. ولكن كما يعني تحدثنا أنه هنا دور واحترافية القيادات المجلس الانتقالي في الاستفادة من الميتينجين برلل اللي هي اللقاءات الموازية مهمة جدا التي هي تتاح وتقديم وضعك وتطلعاتك للمجتمع الدولي. هذا هي المهم في هذه اللقاء. هو يبغى تطور مهم لأنه لو رجعنا إلى مرحلة تأسيس المجلس الانتقالي 2017 كان حتى أتذكر كان نائب المبعوث الأممي رافض يتصور بجوار علم الجنوب قابل أحد الشخصيات المسؤولة في المجلس الانتقالي في ذلك الوقت. كان رافض يتصور مع علم الجنوب يعتبره أنه يعمل له مشكلة كبيرة مع الشرعية. اليوم المبعوث الدولي وكل المسؤولين يأتون للمقر المجلس الانتقالي وتحت علم الجنوب وشعار الجنوب. لماذا؟ لحظة وعيد الرئيس الزبيدي اليوم معروف. لماذا سألك لماذا؟ 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 لأن الانتقالي اليوم صار قوة على الأرض وأثبت وجوده. لأنه أصبح جزء من الشرعية. هو ما هي القوة التي لماذا أصبح جزء من الشرعية؟ القوة التي باتت معه ويملكها وسيطرت على الأرض جعلت الجميع بالطبع يعترف القوة. ولكن هو بغض النظر في 2019 ماذا كانت مطالب شرعية بعد ما حدث بعدن؟ إخراج المجلس الانتقالي من المغرات، سحب قواته، نزع السلاح منه وقائمة طويلة كانوا غير معترفين به. الشرعية كانت غير معترفة في المجلس الانتقالي والعالم أيضا كان يعني يأخذ ما تقوله الشرعية. اليوم صار جزء أصيل من الشرعية المجلس الانتقالي وصار المجتمع الدولي يهتم به على نطاق واسع وهذا نقاط إيجابية تحسب لصالح القضية الجنوبية. الآن أعتقد أنه تقديم القضية الجنوبية عبر المجلس الرئاسي وتمثيل المجلس الانتقالي في إطار المجلس الرئاسي أصبح يعني يتطلب نشاط محترف في التعامل مع المجتمع الدولي. أصبح يلتقي بك في السابق كما تفضل الأستاذ العزيز أنه يعني كان يرفض فعلا أنك لا يعني أنا أتذكر أحد اللقاءات مع بعض الشخصيات الجنوبية التقوا بالسفير الأمريكي فارستاين في 2014 وتحدثوا حول استعادة الدولة فقال قال سياسة دولتي مع يمن موحد وليس انتهى اللقاء بهذا الله. فالسياسة هي فن الممكن أن تصل إلى ما تريد ولكن يعني بطرق أكثر احترافية وأكثر مرونة. وأعتقد أنه الآن لدى يمتلك الانتقالي فرصة كبيرة في التعاطي مع هذا الوضع والاستفادة منه. وهذا رجعنا للبارت الأول وحديث نبيل أنه لما قال السؤال وديع من سيكون البديل لهذه الأحزاب قال اليوم الواقع الذي فرض نفسه على الأرض والانتقالي اليوم بات واقع من 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 يعني ضمن الواقع الذي فرض على الأرض. وبالتأكيد لن يكون هناك اليوم ممثل لا الإصلاح ولا المؤتمر للجنوب وشعب الجنوب. ظهر هناك كيان سياسي يمثلهم وهو اليوم يتحدث عنهم في كل المحافل بالطبع. وعمليا الآن وقد يعني يتحسس كثيرين هنا لولا الانتقالي في الجنوب لما كان هناك يعني قدرات انتقلت إلى الساحل الغربي لتستقر هناك وأن تقاوم يعني الحوثيين وأقصد بذلك يعني قيادات من حزب المؤتمر بعد حرب أو مواجهات 2017 ومقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح. لولا الانتقادي لما كان للحكومة اليمنية يعني شبر على الأرض اليمنية لأن تتحدث عن شرعيتها أمام المجتمع الدولي. فبالتالي الانتقالي وفر هذا الاستقرار وفر هذا الأرضية التي يتحرك الشرعية من خلالها أمام المجتمع الدولي لأنه كان حقيقة التحالف في وضع محرج أمام المجتمع الدولي. يعني تتكلم لي على كم سنة من الحرب وأنك حتحرر وما عندكش أرض تستحدث من خلالها كم إلا مأرب ومأرب كانت تقع تحت سيطرة ما يسمى جيش وطن الذي اختفى الآن حقيقة لم نعد نسمع عنها. على فكرة على ذكر مأرب في كلام بيتردد غير رسمي لكن يتردد بأن الحوثي قادم على يعني
تكتيف حربه لإسقاط مأرب بالكامل، والسبب ثلاث سنوات بالضبط، والسبب هو أنه قربت التسوية ولازم تكون في إيده في إيده في إيده ورقة في إيده ورقة. شوف الحوثي لم يستطيعوا أن يقتحموا مأرب، وهم كانوا ما زالوا يمتلكون القدرة العسكرية والأسلحة في بدايات بعد هذه السنوات من الحصار. هل تعتقد أنه الحوثيين يمتلكوا نفس التأثير ونفس الأولويات؟ تغيرت الأولويات، تغيرت الأولويات بالنسبة للحوثيين. الحوثيين اليوم لحظة أبو عمر، الحوثيين اليوم لا يبحثون عن اجتياح مأرب، هم قادرين بحكم قوتهم اليوم، لكنهم يبحثون عن الحصول على اعترافهم من خلال الملف الإنساني، موضوع الرواتب. إذا تم دفع الرواتب الموظفين في مناطق في أولويات. بس أنت لا تنسى إنه مأرب أهميتها مسألة حياة وموت الحوثيين. بس مش بهذه المرحلة. لحظة. مش بهذه المرحلة. لحظة. مثل الحديدة. موضوع مأرب لن يتوقف عنه الحوثيين من هنا لمية سنة. وإذا حصلوا على ثروات مأرب بالاتفاق، إذا حصلوا على ثروات مأرب من خلال الاتفاق، على أي حال في الأيام القادمة بتبين الموضوع. ولا مأرب، موضوع شمال اليمن أكثر تعقيدا من أنك حتى تتنبأ فيه. مأرب الذي قاتل على مأرب ودافع عنها هو أبناء مأرب من مختلف الأطياف، أما جيش وطني أو غير اللي هو كان مجموعة تتواجد هناك فقط لغرض استنزاف التحالف العربي والمملكة العربية السعودية. لا توجد نظر الشخصية الشرعية، احنا تركنا البلد يعني إلى خير بسبب هذا. طيب سؤال أخير، سؤال الحلقة الأخير كالمعتاد، خلونا نعرف غير هذه المواضيع، احنا خلصنا هاي المواضيع الملفين، بنودع المشاهدين بإيش اللي لفت نظر كل واحد منكم خلال الأيام الماضية. بس باقي بعيد نقطة. بعيد ما عاد باقي نقطة مهمة. قدها مخبوصة اليمن كلها. نقطة مهمة. تفضل. نقطة مهمة اللي هو لو تابعتوا أمس بيان الأمين عام التجمع اليمني لحزب الإصلاح اليدومي، دعا إلى تشكيل تحالف وطني مع يضم الانتقالي ويضم المؤتمر. طيب الحزب الإصلاح إذا كنت تريد تحالف وطني، لماذا الآن بعد وجهت قواتك من مأرب صوب عدن للقضاء على الانتقالي بدل ما كنت توجهها على صنعاء، لماذا يحاول أنه يصنع إنجازات وطني في الوقت الضائع؟ هذه نقطة مهمة. نقطة مهمة بالفعل. هذا الشغل السياسي. لا هذه نقطة مهمة جدا. يعني هذا الموضوع هذا 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 يحتاج كذا. نقطة ضمن خلاص هذا الملف سكرناه. أبرز ما لفت. لا اللي طرحه الآن هذا كلام. طيب خلاص خلصنا. أبرز ما لفت نظركم عشان نودع المشاهدين وبعيد عن المواضيع اللي ناقشناها في سواء في السوشيال ميديا في المواقع الإلكترونية أي شيء له علاقة مش بالضرورة سياسي. هلكتوا الناس بالسياسة بدون فائدة. إيش أي ظاهرة ظواهر معينة نبيل؟ موضوع التحالفات السياسية يعني ما في باليمن غير السياسة. مهما حاولنا أن نخرج من السياسة لن نستطيع. سوف المشهد في اليمن هو مشهد سياسي. المشهد في اليمن حتى مشهد اقتصادي صعب. والمواطن اليمني يتعاطى السياسة كما يتعاطى فنجان الشاي يوميا. فلذلك التحالفات الجديدة في هذه المرحلة الحساسة ربما أتت وجود واقع جديد يتشكل على الأرض. يقول لك أنه الشمال حسم أمره، فبالتالي يجب أن أبحث عن حليف جديد في الجنوب حتى أستطيع أن أخوض غمار التجربة السياسية مرة أخرى. هناك عودة خجولة للمؤتمر الشعبي العام الذي لا زال متشظي حتى الآن ويحاول أن يعود هنا وهناك، وهناك غياب لقواعد حزب التجمع اليمني للإصلاح. أعتقد أنه خسر الكثير من شعبيته. تأثير في الداخل. طيب خلي أصبح ضعيف جدا. أصبح ضعيف. هو يعتمد على. طيب نكمل. لحظة. خلينا نكمل. حسم قبل ما. وتواجد سياسي أيضا. أوكي. في مفاصل الشعب. مفاصل الشعب. قبل لا لحظة. قبل بس ما عشان ما أنسى. قبل ما أنتقل لك ونشوف إيش اللي لفت نظرك. أنا لفت نظري موضوع وأنا أتصفح أخبار اليمن في العاصمة الشرعية. تناقلوا بعض المواقع خبر بأنه وزير في حكومة المحاصصة ووزير جنوبي ما أعرف اسمه حتى بسط أو حد من الوزير على أرض في المملاح عشان يبنيها. المملاح أبناء عدن يعرفوا منطقة المملاح أكثر من غيرهم،
وصار كلام كثير انه هذه كلام علي عبد الله صالح ما لحظة هذه المنطقة اذا هذا الكلام صح ما نعرف لانه الاشاعات كثير عبر مواقع التواصل، لكن لو الكلام هذا صح فيعني تخنتوها كبرتوها اكثر من لازم. وزير يعني مفروض يكون نموذج، ايش خليته للصعاليك الثانيين عليه حل؟ هذا اللي لفت نظري. حسن تفضل. أهمية اليمن الاستراتيجية كموقع مستقبلا في ظل ما هو مستجد حاليا طريق البخور ماذا تعني؟ الموقع الاستراتيجي لليمن في ظل التكتلات والطرق الدولية بعيد عن احس او اشعر ان اليمن تفقد اهميه الاستراتيجيه. وهل استفادت يوما ما اليمن من موقعها الاستراتيجي؟ والسبب يعني اسرب الابناء. طيب من اليوم الانظمه السياسيه التي حكمت اليمن هي انظمه عسكريه قبليه لم يعني تلقى بالا لمصالح الشعب والمواطن. عندما تنظر يوما ما لمصالح الشعب والمواطن نستطيع ان نتحدث عن تنميه حقيقيه. اليمن النظام في فتره الوحده كان نظام يعيش على التسول. صحيح. تسول المجتمع الدولي، يعني تخيل كان وزراء موجودين مهمته بأنه كيف يذهب إلى الدولة الفلانية أو للمؤتمر الفلاني ويقدم نحن نريد مساعدات بكذا كذا، في حين اليمن يعني كأرض تمتلك تنوع مناخي، تمتلك يعني ثروة يعني سكانية، ثروة ساحل يعني طويل، لا نقول ثروة نفطية، ولا في دول يعني أكثر فقرا وأكثر يعني. طيب جمال أنا لأني حرجع لك لانه انا كان بالدور على اساس انه تقول اخر شيء ايش اللي لفت نظرك. طيب ياسر اوكي. طبعا لفت نظري حادث مهم ولا بد من اخذ العظه والعبره منه، هو الفيضانات التي حدثت لاهلنا في ليبيا وزلزال اللي حدث في المغرب. الدول الهشه التي تحصل فيها كوارث طبيعيه تكون الكوارث مضاعفه جدا. فبالتالي اتمنى من المسؤولين ومن اصحاب القرار في اليمن شمالا وجنوبا أن يتعظوا مما حدث لهذه الدول، لأنه إذا حدثت الكارثة عندنا ستكون مضاعفة وسيدفع ثمنها المواطن وستقضي على ما تبقى من مواطن في اليمن شمالا أو جنوبا. أوكي. بالنسبة للنقطة اللي طرحتها نقطة الفساد، هي أنه أحد الوزراء أراد كذا كذا أو غير الوزراء أو وكيل وزارة أو غيره، في ظل غياب عملية الثواب والعقاب من قبل القيادة المعنية تصبح قضية الفساد خط آخر موازي للحرب وإضافة جديدة يعني قد تكون المملح. أكثر معاناة طبعا يعني من يعني موقع استراتيجي هام أكثر من الموقع اللي. يمكن عادوا يستفيدوا منه الناس شوية ملح كذا أحسن من فأنا أعتقد أنه مكافحة الفساد من المفترض أن يكون هدف رئيسي وغاية أمام المجلس الانتقالي الذي يدير الأمور في الجنوب، وحتى يعطي قدوة ونموذج للآخرين بأنه هو قادر أن يسيطر على كثير من الأمور وقادر أن يواجه يعني كثير من الاختلالات. أنا أعتقد هذا الذي يعني مفترض أن يعني لا يلفت نظري أنا، ولكن يلفت نظر القيادات القادرة على تحريك الأمور على أرض الواقع. أحسنت. يعني. طيب نتوقف هنا، انتهى البرنامج. نبيل، حسن، جمال وياسر، شكرا للمشاركة في هذه الحلقة. نلتقيكم مشاهدينا في الأسبوع المقبل بنفس التوقيت. إلى اللقاء.